فينا ولسه بنحتفل مع ذكرى انصارات حرب أكتوبر المجيدة، الذكرى 47، انتصار سادس من أكتوبر سنة 1973، مش مجرد عمليات حربية حققت النصر على الأعداء، لكن بالإضافة لأنه انتصار عظيم فهو بيمثل قيمة وطنية مستمرة عبر التاريخ. هنسترجع ذكريات حرب أكتوبر. معانا على الهاتف سيادة اللواء فيليب نصيف زخاري، قائد اللواء 98 صواريخ دفاع جوي. صباح الخير سيادة اللواء. ألو، ألو سيادة اللواء، طيب طيب احنا معانا التليفون، معانا سيادة اللواء. انا مش سامع حاجة. حضرتك سامعني كده سيادة اللواء؟ احنا سامعين حضرتك. صباح الخير على حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. صباح النور. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب يا سيادة اللواء. وحضرتك طيبة وبخير. يعني بعد مرور 47 سنة على ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ماذا يحمل من ذكريات سيادة اللواء فيليب نصيف زخاري؟ اللواء 98 كان الحقيقة يعني بيكمل حائط الصواريخ من اتجاه الشمال، كان تمركزه في بورسعيد وبور فؤاد، لكن في الحقيقة اللواء ده ما كانش يتمتع بنفس مزايا حائط الصواريخ. حائط الصواريخ كان له مزايا عديدة، منها خطط حماية متبادلة، كتيبة بتحمي كتيبة ولواء بيحمي لواء، لكن هذا اللواء كان يعتبر منعزل تكتيكيا لان ما فيش اي تعاون بالنيران بينه وبين لواءات الجوار. وعشان كده العدو خصص لهذا اللواء حوالي 15% من قواته الجوية للعمل على تدمير هذا اللواء والحصول على السيطرة الجوية فوق مسرح العمليات. لو نجح في هذا يعني كان هيفتح له الطريق إلى الوصول إلى عمق الدولة ومهاجمة مطارات الدلتا، المنصورة، طنطا، شبرخيط، إسكندرية. تفضل. العدو الحقيقة يعني بتخصيصه هذا العدد الضخم من الطائرات لمهاجمة اللواء كان معتقد يعني بوجود صواريخ استراتيجية أرض أرض لمهاجمة المدن الإسرائيلية، وتعتبر بورسعيد وبور فؤاد أقرب المدن إلى المدن الإسرائيلية. الحقيقة العدو الجوي لم يهاجم اللواء أيام 6 و7 أكتوبر 73. ليه؟ لأن كان عنده مهام أهم من مهاجمة اللواء. كان في سيمفونية بتعزف في هذا الوقت، يعني الجنود بتعبر قناة السويس في القوارب المطاط، ومنهم من عبر بيتسلق الساتر الترابي، ومنهم من يجرف الساتر الترابي بخراطيم المية وإقامة الكباري. فكان الحقيقة العدو بيقترب من اتجاه الشمال والشمال الشرقي، لكن كان بيجي فوق بور فؤاد بيضطر ان هو يلف من فوق بور فؤاد عشان ياخد طريق القناة عشان يهاجم كل العناصر اللي انا قلت عليها، الناس اللي هم بيعبروا ويتسلقوا وبيجرفوا الساتر الترابي. رغم علمه ان في كتايب صواريخ في بور فؤاد، فطبعا كتايب صواريخ بور فؤاد يعني وجهت له ضربات جامده، يعني كانت النتيجه ان
سقط له كان مهرجان سقوط الأهداف الجوية من طائراته للسكاي هوك والفانتوم والميراج إلى أن يعني خطط لهجمة جوية شرسة يوم 8 أكتوبر عمل فوق اللواء الحقيقة يوم 8 أكتوبر 182 طلعة طائرة. ده كان هدفه يعني اللواء يعني نعم. كان هدفه جاي على اللواء. أيوة. على اللواء 98. على اللواء 98. تمام. ال 182 طلعة دول الحقيقة يعني بقوة 90 طائرة. عملهم في ثلاث هجمات رئيسية، يعني الهجمة الأولى كانت حوالي الساعة 11 وثلث. استمرت لحوالي يمكن 30 دقيقة، يعني كانت بقوة 20 طائرة. وهو حاول ان هو يخدع اللواء اللي هو كان بيقترب من اتجاه الشمال الشرقي. اول ما ظهرت الطائرات دي ظهرت فوق البحر فوق العريش حضرتك، ومشي في اتجاه بجوار الساحل بعمق 40 كيلو متر جوه في البحر، الى ان وصل الى غرب بورسعيد بحوالي 30 كيلو. وبعد كده الانذار بلغ ان الهدف اختفى. الهدف اختفى ده معناها موضوع يعني بيطمنش، واللي احنا يعني توقعناه فعلا ان العدو بعد ما وصل الى غرب روح بورسعيد احمدور وراجع وابتدى يهاجم بعض وحدات اللواء. الساعة 1 الظهر الحقيقة دخلت هجمة اخرى من 50 طائرة. قبل الفطار بنص ساعة هاجم اللواء بحوالي 20 طائرة، يبقى كده المجموع 90 طائرة. كل طائرة من دول شايلة 9 طن قنابل، يعني حوالي 800 طن. ربنا الحقيقة صحيح. يعني عماهم عننا، والتجهيزات الهندسية قامت بمجهود كبير في صد هذا الجنون الجوي يعني. لكن الأبرز في هذا الهجوم هو مهاجمة مركز قيادة اللواء باتنين قنبلة 1000 رطل مباشر. يعني كان فوق المركز ده حوالي 2 متر رمل، اخترقوا ال 2 متر رمل واصطدموا بالسقف الخرسانة وانفجرت القنابل وفتتت السقف، وفضل السقف دوت على قشرة. لو القشرة دي اتكسرت ما كانش زماننا قاعدين بنتكلم مع بعض دلوقتي. ربنا يديك الصحة سيادة. لكن أثناء وأنا بنقل إلى مركز قيادة تبادلي أثناء السير الحقيقة يعني حصلت لي حادثة عربية. كان الظلام تام واكتشفنا فجأة عربية جاية من اتجاه بورسعيد في جاية من بورسعيد في اتجاه الدمياط. المهم ضربتنا الحقيقة يعني وشي دخل في البربريز بتاع العربية. البربريز اتكسر، وشي اتملى شظايا ازاز. عشان ما طولش على رجلك رحت. لا احنا مستمتعين جدا بالحديث مع حضرتك. نعم مستمتعين جدا بالحديث مع حضرتك، اتفضل. رحت مركز القيادة التبادلي او خدوني الى مركز القيادة التبادلي، وجاء كبير الاطباء طلب ان انا اروح المستشفى. فانا رفضت الحقيقة، وفضلت طبعا في مكاني الى نهاية العمليات لما اترك اللواء رغم ظروف الصحية اللي مش كويسة. لكن طبعا عشان يوقف النزيف الموجود في الوش لانه مليان شظايا ازاز وشعري مليان شظايا. فعملوا لي كام غرزه الحقيقه بدون بنج، يعني ولا حتى بنج موضعي. على اي الاحوال حاول العدو الحقيقه ان هو يعني
يمنعك من استعادة الموقف. هاجم صحيح. هاجم اللواء بعنف أيام 9 و10، وكان علي أن أنا أكون جاهز بالنيران اعتبارا من صحيح. أول ضوء يوم 11، وأنا فعلا كنت جاهز أول ضوء يوم 11، واستعدت موقف اللواء وأصبح جاهز للاشتباك. وصباح يوم 11 دخل العدو الحقيقة ب16 طائرة، منهم 4 طائرات رايحين يضربوا كتيبة رادار راس البر و12 مخصصين لبورسعيد. نجحنا في أول اشتباك إن إحنا يعني نشتبك ب4 طائرات، ثم نقلنا الجبان على الأربعة اللي بعدهم، سقطنا 8 طائرات جريوا في اتجاه الساحل ورموا حمولاتهم على الشاطئ. في هذا اليوم الحقيقة يعني العدو خد درس لا ينساه. صحيح. وما حاولش يكرر هجماته في هذا اليوم اطلاقا، لكن عمل يعني طلعتين استطلاع، واحدة بالنظر والتانية تصوير علشان يشوف مين اللي فتح عليه النيران وكده، عشان يعني يتفادى او يعني يهاجموا في الهجمات الايام اللي جايه. يعني كل التحية هذا اليوم الحقيقه قائد قوات الدفاع الجوي بعت لنا جواب شكر على نجاحنا في صد هجمات العدو الجويه واسقاط عدد كبير من طائراته. صحيح. يوم 12 الحقيقة يعني صحيح. العدو عمل 6 هجمات رئيسية بقوة 62 طائرة. أعداد ضخمة جدا يعني تشكيل قتال اللي هو والأهداف اللي بيدافع عنها مش محتاجة كل هذه الأعداد الضخمة من الطائرات يعني. لكن نوريك بس قد إيه العنف. صحيح. يوم 13 الحقيقة عاوز أقول لحضرتك دخلت بقى طائرة التجسس الأمريكية اللي هي SR-71A، وكانت على ارتفاعات عالية جدا حوالي 25-26 كيلو، مش متر مثلا ولا أدم ولا بتاع، 25 كيلو وكل الإمكانيات اللي موجودة عندنا يعني لا تسمح أو ما فيش إمكانيات للتعامل مع هذه الطائرة. فهذه الطائرة الحقيقة مسحت الجيش الثاني والجيش الثالث والقاهرة، ودخلت حتى بني سويف ورجعت من نفس المسار. يعني أنا مستمتعة جدا بالحديث مع حضرتك يا سيادة اللواء، بس يعني الطيارة اتفضلي حضرتك. يعني أنا حابة بس نستمد من حضرتك يا سيادة اللواء روح القوة والشجاعة، ونعرف الناس أو الشباب دلوقتي اللي ما عاشوش الحرب إزاي نقدر نستمد روح حرب أكتوبر في أيامنا دي. تصدقي حضرتك ايام حرب اكتوبر يعني كان الامن كده قد ايه الامن مستتب، ومفيش جريمه واحده حصلت، مفيش حادثه سرقه حصلت، كانت التعاون بين الناس بسم الله ما شاء الله، يعني مفيش كده، كله بيجري على بعضه علشان يعاون، علشان علموا الناس حضرتك منذ الصغر لازم يبقى في مناهج مدروسة تدرس للأولاد دول منذ الصغر، يعني خدوا البطولات الناس اللي عملوا أعمال مجيدة، يعني درسوا الكلام ده للناس وعلموهم، ويعني أكيد هتتحسن الانتماء والولاء وأرجو هذا يعني.
نتمنى فعلا يكون عندنا روح الانتماء دي يا ست اللي. وانا بشكر حضرتك جدا جدا ومستمتعه جدا بالحديث مع حضرتك. خيرك. اهلا وسهلا. وشرفت بسماع صوت حضرتك. بشكرك جدا سياده اللواء فيليب نصيف زخاري قائد اللواء 98 صواريخ دفاع جوي. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل سنه وحضرتك طيب.